وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وذنون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه